نطوي ملف الحج لموسم 2016 ونعرج إلى الشأن السياسي، حيث تعيش حركة مجتمع ياسلم أياما عصيبة بسبب خرجة رئيسها السابق أبو جرة سلطاني الذي أطلق مبادرة تحمل صبغة انقلابية عفوا ضد مقري. متابعة في هذا الموضوع لهشام شريف. يبدو أن بيت أقوى تشكيلة سياسية إسلامية مقبل على أيام عصيبة، حمس وعشية استحقاقات هامة تعيش ما يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة. أبو جرة سلطاني الرجل القوي في حمص عاد للتخلاط من بوابة إطلاق مبادرة تحمل طابعا انقلابيا على عبد الرزاق مقري، الذي يتجه لأن يدفع ثمن مواقفه الراديكالية تجاه السلطة وابتعاده عن نهج الراحل محفوظ نحناح. قيادات حمص كسرت حاجز الصمت وبصوت واحد قالت بركات يا مقري، نريد العودة لأحضان السلطة. لا يمكن أن نضع يعني رأي تاع مهما كان يعني قيمته في يعني رأي تاع شخص في مقابل مؤسسات الحركة. الآراء موجودة في حركة مجتمع السلم، نحن لسنا في ثكنة عسكرية، نحن حزب سياسي يتعاطى مع هذه الآراء بأريحية وبقوانين ناظمة، وعدنا قوانين تنتظم هذا الموضوع، ومجلس الشورى الوطني فيه من الآراء ما يعني ربما لا يخطر على بالكم. الجناح الداعم لعبد الرزاق مقري يحتفظ بعدة أوراق كهامش مناورة وعلى رأسها تبني خيارات تصب في خانة لعب دور رجل الإطفاء لإرضاء القواعد من خلال الحديث عن فتح نقاش داخل مؤسسات الحركة. طبعا التفسير هذا قراءة لبعض الناس، كل واحد مسؤول على قراءته، كل واحد مسؤول، لكن الذي يجب أن الواحد يقرأ ما كتبه الرجل وما وضحه، هذا هو المطلوب. ولكن هذا الكلام غير موجود فيما وضحه وفيما قرأته، غير موجود وليس ما يشير إليه. مقاربة أبو جرة الداعية إلى العودة إلى مراكز صناعة القرار بعد أن وجدت قيادات حمص محليا ومركزيا نفسها على هامش تصطدم بطموحات شخصية لمقرية، الذي له ورقة طريق عنوانها أكون أو لا أكون. فهل خرجة أبو جرة سلطاني انتحار سياسي أم أن للرجل كلام آخر؟